ننتقل إلى الشأن الليبي، حيث أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي اليوم صدور الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لتحرك الكتائب العسكرية ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية. شعبة الإعلام الحربي أوضحت بأن هذه الموجة تضم مجموعة من الكتائب العسكرية تشارك لأول مرة منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة الليبية طرابلس من قبضة الميليشيات الإرهابية. كما أكد الإعلام الحربي بأنه من ضمن هذه القوات كتائب عسكرية أخرى كانت ضمن عمليات تحرير بنغازي ودرنة ولها خبرة كبيرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية. وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية تحرير طرابلس في الرابع من إبريل المنصرم، حقق خلالها تقدمات عسكرية كبيرة رغم الدعم التركي القطري المفتوح لجماعات الإرهاب. إذا لمزيد من التعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عبد الستار حديث المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ عبد الستار، نرحب بك على إكسترا نيوز، وما دلالة توقيت إطلاق هذه العملية الآن؟ أعتقد أن الجيش كان لديه منذ البداية خطط تشبه الموجات لمحاولة يعني تحييد الميليشيات وهزيمتها وإضعافها ويعني تجنب إسقاط أي ضحايا من المدنيين. الفترات الماضية الجيش تمكن من توجيه ضربات موجعة للعناصر الميليشياوية والإرهابية في طرابلس، تمكن من زعزعة وتفتيت كثير من القوى الميليشياوية في العاصمة، وهو في الوقت الراهن أعتقد أنه يريد أن يدخل إلى مناطق معينة. نحن رأيناه وهو يدخل إلى منطقة وادي الربيع وإلى منطقة بن غشير وإلى محيط مطار العاصمة. هناك عدة محاور، حوالي 7 أو 8 محاور في الجنوب والجنوب الغربي والشرق، يحاول الجيش الوطني الليبي أن يضغط فيها بقوة، تمكن من منع أو قطع طرق الإمدادات في كثير من المواقع، قام أيضا بتدمير مركز التوجيه الطائرات المسيرة، طائرات تركية الصنع التي كانت تنطلق من قاعدة معيتيق الجوية. أعتقد أن الجيش يرى أن الأرضية أصبحت ممهدة لمزيد من الضغط على الميليشيات. يعني الموجة الثانية لا تعني بالضرورة أنه سيكون في قلب طرابلس بعد يوم أو يومين، لكن هل نفهم أنه محاولة لتسريع عملية تحرير طرابلس واستعدادها؟ يعني أنا لا أريد أن أتحدث بطريقة توحي بأن الجيش استفز من محاولات إلصاق اتهامه بتوجيه ضربات على مخيم للاجئين أو للانتقام مما حدث لجنوده في مستشفيات غريان. الجيش هو قوة عسكرية متماسكة ومنضبطة وتعمل وفقا لمعطيات عسكرية على الأرض، وهو لا يتحرك بطريقة الهجمة والهجمة المضادة. هو يعمل بشكل موزون ولديه أجندة ولديه بنك أهداف يقوم بالضرب كلما حانت الفرصة، وهو أعتقد أنه تمكن خلال الفترة الأخيرة من تذويب الكثير من الكتل الكبيرة التي كانت موجودة في طرابلس، حتى هذه الكتل أصبح فيما بينها يعني مشاكل في داخل طرابلس ومشاكل ما بين الميليشيات الطرابلسية والميليشيات المصراتية. هناك أيضا نوع من التواصل من تحت الطاولة ما بين القيادات العسكرية في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وكثير من الضباط، سواء ضباط الجيش أو ضباط الداخلية الموجودين داخل طرابلس والمغلوبين على أمرهم من جانب الميليشيات التي يرأسها مدنيون وإرهابيون ولصوص ومجرمون. أعتقد أن الجيش في الموجة الثانية من العمل في العاصمة سوف يقوم بتقليم مزيد من الأظافر للميليشيات. يعني الموجة الثانية لا تعني، مرة أخرى، لا تعني أن الجيش سنراه يوم غد في ساحة الشهداء أو الساحة الخضراء أو
الساحة الرئيسية في العاصمة. لكن ذلك بناء على استراتيجية وخطط كان الجيش قد تبناها منذ بداية هذه العملية وهذه المعارك لاستعادة العاصمة الليبية مرة أخرى. لكن كما تعلم أستاذ عبد الستار، تركيا وقطر لا تنفكان عن دعم المنظمات الإرهابية والجماعات الإرهابية والميليشيات الإرهابية الموجودة في طرابلس. كيف تنظر تركيا وقطر حاليا إلى هذا القرار من الجيش الوطني الليبي؟ هل سوف يزيد من دعمهما للميليشيات؟ طبعا هم يعني قطر وتركيا للأسف الشديد يعني التجارب السابقة، يعني حين دخل الجيش الوطني الليبي إلى بنغازي وهزم الجماعات الإرهابية التي كانت تحصل على الصواريخ والمعدات العسكرية الثقيلة والمستشارين العسكريين الأجانب من قطر ومن تركيا، ووضعوا الكثير من الأموال والمعدات والمستشارين والدعم الاستخباراتي وغيره، ولم تتمكن هاتان الدولتان ومن يساعدهما من الدول الأوروبية لم يتمكنوا أبدا من وقف عزيمة الجيش الوطني الليبي من تحرير بنغازي. قاموا أيضا بعملية في درنة وحاولوا تشكيل ما يسمى بالجيش المصري الحر، جمعوا كل الإرهابيين سواء كانوا أفارقة أو توانسة أو جزائريين أو مغاربة أو مصريين في درنة، وأرسلوا إليهم المراكب المحملة بالأسلحة والمقاتلين الأجانب وأعطوهم معلومات استخباراتية. لكن في نهاية المطاف عزيمة الجيش الوطني الليبي حتى لو كان بأبسط الإمكانيات إلا أن هذه العزيمة تمكنت من هزيمة الأتراك وهزيمة القطريين وهزيمة محور الشر في درنة وفي بنغازي وفي جنوب ليبيا. والآن أعتقد أن الوقت قد اقترب من هزيمة هذا المحور في طرابلس. يعني تركيا بتبذل مجهود كبير للغاية وتستغل الموقف وتبيع المعدات العسكرية نهارا جهارا لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي اللذان يقومان بتمرير هذه الأسلحة وهذه المعدات إلى الميليشيات الإرهابية والميليشيات التي تحمل السلاح خارج نطاق القانون. ومع ذلك يقوم الجيش الوطني الليبي بعمليات عسكرية دقيقة للغاية من أجل هزيمة محور الشر في طرابلس بأقل خسائر ممكنة في صفوف المدنيين. نعم، الأستاذ عبد الستار حتيت المتخصص في الشأن الليبي، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، حدثنا عما يتعلق بالشأن الليبي والقرارات الأخيرة للجيش الوطني الليبي. شكرا جزيلا لك على أي تحليل.